اليوم هذه رمضان من الحوادث إن شاء الله. في إطار المخطط الاتصالي المعتمد من طرف المديرية العامة للأمن الوطني، بادرت مصالح أمن ولاية بشار إلى تجسيد برنامج الحملة الوطنية التحسيسية للسلامة المرورية والوقاية من حوادث المرور خلال شهر رمضان المبارك، أين باشرت أمن ولاية بشار تجسيد محاور هذه الحملة من خلال تنظيم حملات تحسيسية وتوعوية وخراجات ميدانية باستهداف سواق المركبات بمختلف أصنافها وأحجامها لتحسيسهم بأهمية التقيد والالتزام بقواعد وأحكام قانون المرور من جهة، وتفادي بعض التصرفات السلبية وكذا استعمال السرعة خلال الشهر الفضيل، خاصة تلك اللحظات قبيل أذان الإفطار والتي تشهد عادة استعمال السرعة من طرف سواق المركبات. في هذا المجال أيضا إضافة إلى الإرشادات والتوجيهات اللازمة حول التقيد بأحكام قواعد وأحكام قانون المرور، تم توزيع مطويات عليهم تعنى تتضمن إرشادات وتوجيهات حول السلامة المرورية، وكذا تتضمن شعار الحملة الوطنية هذه والتي شعارها معا كلنا معا لرمضان بدون حوادث مرور. في الأخير نتمنى السلامة للجميع إن شاء الله.